يكمل. ثم جرت له لهولاكو محاورات معه مع الخليفة ومع ابن الخليفة أبي بكر، ثم أمر بهما فأخرجا ورفسوهما حتى ماتا. أين الخوف وأين التردد؟ يكمل. وحدثني أبي فخر الدين عبد الله بن رطلين قال كان قد مشى حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف دخل البلاد وما بقي شيء أن يتم ذلك، وإنما الوزير ابن العلقمي قال ما هذا مصلحة، والمصلحة قتله، وإلا ما يتم ملك العراق. أقول قد رددنا هذه الأكذوبة سابقا، وأقول هنا أليف من أين لك هذا ومن أين لأبيك هذا؟ هل أبوك هو الذي أجرى المفاوضات مع هولاكو وتوصلوا إلى الاتفاقية أو شخص آخر؟ فمن هو؟ باء لا جواب إلا أسطورة أن ابن العلقمي نفسه هو الذي فاوضه وأجرى الاتفاق ثم استخف بهولاكو وسخر منه فغير رأيه، لكنك لم تذكره يا سليمان ولم يذكره أبوك ابن رطلين. فيبقى وحسب ظاهر كلامك أن الخليفة نفسه هو الذي أجرى الحوار مع هولاكو عندما وقع في أسره، ثم جرت له أي لهولاكو محاورات معه مع الخليفة ومع ابن الخليفة أبي بكر، ثم أمر بهما فأخرجا ورفسوهما حتى ماتا. وهذه نقبلها منك لأن قبولها يعني نسف بيت العنكبوت التدليسي الذي يدعي أن ابن العلقمي هو الذي رتب أموره مع هولاكو وفاوضه ثم غرر بالخليفة وأهله وعشيته فأخرجهم إلى هولاكو فتمت تصفيتهم، ثم أنه كيف فاتك وفات التدليسيين أنه إذا كان الاتفاق مع الخليفة في تلك المحاورة والتي ترتب عليها قتل الخليفة بالرفس مباشرة، فأي اتفاق بقي حتى يفشله ويهدمه ابن العلقمي؟ ويبقى استفهام مهم جدا وهو كيف نتصور أن هولاكو يطلق سراح 17 المقربين من الخليفة فيما يقتل الخليفة وولديه ومئات الأعيان الذين خرجوا مع الخليفة؟ فهل علقمية نفاقهم وغدرهم وتآمرهم اشتغلت هنا فأطلق هولاكو سراحهم جزاء لتعاونهم معه ضد الخليفة وابنه وضد الخليفة وابنيه وباقي أعيان الدولة؟ وهل هذا يكشف المرض النفسي عندهم والشعور بالنقص فيكون اتهامهم وافتراءهم لابن العلقمي راجعا إلى قاعدة رمتني بدائها وانسلت ولكم موقف يا مدلسة مع ابن العلقمي عند حكم عدل عند الله العلي القوي العزيز؟